فقرتنا التانية داخل فقرتنا الرئيسية في الأهلي خط أحمر هتكون أون سبوت تحت المجهر. في الفقرة دي هنتناول الأمور الفنية بشكل مختلف من زاوية تانية خالص مختلفة عن اللي بيتعرض، وهي مواصلة لجهود الاستوديو التحليلي داخل قناة النادي الأهلي. في أون سبوت اللي معانا النهاردة في أول ظاهرة هو حمدي فتحي. عايزين نقول بس الأول إن احنا في ظواهر مضيئة كتير أو علامات مضيئة كتير في الموسم التاريخي ده، فإحنا اخترنا ثلاثة منهم هنستعرضهم النهاردة عشان وقت الفقرة، وكانت أول فقرة هي حمدي فتحي. هتكلمنا عن أرقام حمدي فتحي. الحقيقة حمدي فتحي منذ انضمامه للنادي الأهلي في يناير وإصراره على الانضمام للنادي الأهلي أو البقاء في ناديه دي حاجة مهمة جدا لأي لاعب فارس، أعتقد بيحقق بتكون احتمالية نجاحه في النادي الأهلي أعلى فكرة الإصرار على الخيار الأوحد اللي هو النادي الأهلي. وده اللي لمسناه في حمدي فتحي. لو استعرضنا أرقام حمدي فتحي هنلاقي أنه لاعب الموسم ده عدد دقائق لعب 2359 دقيقة، سجل فيهم 5 أهداف، والملاحظة يا فارس أن هم 5 أهداف كلهم بالرأس. صنع 2، دقة التمريرات الأرضية 90%، وده رقم كبير جدا لحمدي فتحي، خاصة إذا حطينا في الاعتبار أن معظم تمريرات حمدي فتحي ما كانتش للجنب أو للخلف، فيها ريسك بالظبط، كان التمريرات فارس كبير جدا، فبالتالي لما نوصل لدقة 90% فأعتقد ده بيدينا مؤشر على قدرة اللاعب على صناعة اللعب. متوسط الكرات أو عدد الكرات المستخلصة كانت 359، بمتوسط في المباراة الواحدة 13.7 أو 13.7 من 10، وده من أعلى المعدلات في الدوري يا أحمد على فكرة. ده بيؤكد أن اللاعب عنده قدرة قوية على استخلاص. وعلى فكرة حمدي فتحي فادنا كتير جدا في فكرة أن احنا لما كنا بسرعة استرداد الكرة طبعا في سرعة الانقضاض والضغط، دايما نصايح مانويل جوزيه بمجرد ما تفقد الكرة أسرع وقت أن أنت تقدر تستعيدها في حمدي فتحي مناسب للفكرة دي جدا. بالظبط. الأهم بقى أن حمدي فتحي عنده 30 محاولة على المرمى فارس. طبعا كل ارقامه لها دلالتها، فياريت تقول لنا انت بقى دلالات الارقام دي من وجهه نظرك. اون سبوت على حمدي فتحي في ان انعكاس الارقام دي ان حمدي فتحي السنه دي له ظاهره غريبه جدا. حمدي فتحي من بعد انضمامه للنادي الاهلي النقاط اللي فقدها النادي الاهلي في مباريات معينه كانت التعادل مع الزمالك 0-0 والهزيمه من بيراميدز 1-0 والتعادل مع الاسماعيلي 1-1. حمدي فتحي ما بدأش في الدوري. حمدي فتحي ما بدأش أساسي في الثلاث مباريات، ولم يفقد النادي الأهلي أي نقطة في الدوري شارك حمدي فتحي أساسي في المباريات دي. رقم أكيد وظاهرة، رقم طبعا مميز جدا. بفكرنا بظاهرة محمد بركات اللي دخل النادي الأهلي وقعد فيه عدد من السنوات 9 أو 10 سنوات وخرج منه ولم يتلقى هزيمة من الزمالك. طبعا كانت النتائج بتبقى محسومة، وإن شاء الله هنرجع لده قريب جدا بإذن الله. نروح لأفريقيا. نتائج الأهلي السلبية في أفريقيا بعد انضمام حمدي فتحي اللي هي بعدين المباريات: التعادل مع شبيبة الثورة 1-1، الخسارة من سيمبا التنزاني 1-0، الخسارة من فيتا كلوب 1-0، الخسارة من سان داونز 5-0. حمدي فتحي في 3 مباريات من أصل 4 حقق فيهم النادي الأهلي نتائج سلبية ما كانش مشارك، فقط شارك في مباراة واحدة منهم. عشان يكون حمدي فتحي من أصل 12 مباراة أساسي مع النادي الأهلي، النادي الأهلي فاز في 11 مباراة وحقق هزيمة في مباراة واحدة. مش معنى كده إن حمدي فتحي وجوده ضمانة لعدم تحقيق نتائج سلبية، بس هي ملاحظة هامة جدا تؤخذ في عين الاعتبار في فاعلية اللاعب، وإزاي فعلا تبدأ تصنف اللاعب كلاعب مؤثر بدون مبالغة. ونتمنى أنه يستمر عن كده عشان كرة القدم عنوانها الرئيسي الاستمرارية. أنا عايز أقول لك أن حمدي فتحي في مباراة بيراميدز برغم الأداء الجيد اللي احنا لعبناه، حمدي فتحي ما كانش أساسي، ولما نزل الشوط الثاني كان له تأثير إيجابي جدا على أداء الفريق. ودي طبعا بنستعرض مع حضراتكم أهداف حمدي فتحي. وحمدي فتحي بالرأس يعني علي معلول وعرضيات علي معلول. نروح للعشق، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تقول لاعب. احنا بس عايزين نركز على النقطه، برغم جوده او اداء حمدي فتحي المميز جدا في مركز 6 الا ان الاداره كمان دعمت مركز 6 بلاعب افريقي بالظبط كده. ودي السياسه اللي احنا كنا بنطالب بيها في فكره تجهيز البديل الاستراتيجي للاعب، بديل نوعي، لاعب غاب بيلعب لاعب بنفس مواصفاته بنفس التأثير على الفرقة طبعا كبير. وده هنشوف أثره، لأن التلاحم المباريات بيتأثر النادي الأهلي لما بيكونش فيه البديل الجاي. وأعتقد النادي الأهلي حط ده بعين الاعتبار في صفقاته. أعتقد صفقات صحيح العدد 4، لكن احنا مش بناخد بالكم بقدر ما بناخد صفقات نوعية وبالظبط وبالتأثير احتياجاتك.
بالظبط. وطبعا زي ما قلنا حمدي فتحي واهداف الراس، وطبعا بما ان في اهداف راس وكرات عرضيه فلازم نروح لنجم الكرات العرضيه الاول حاليا في الدوري المصري، وانا اجزم ان هو كمان في افريقيا، علي معلول كان برضو نقطه مضيئه جدا يا فارس في الموسم ده. ظاهره نسر الاهلي الراسخ علي معلول، وفي ثبات وشخصيه واصرار على انه هو فعلا لاعب تحس انه هو بيصنع الفارق. هتستعرض ده احمد من خلال ارقامه وبعدين وبعد كده هروح لظاهره اون سبوت. هو علي معلول الموسم ده سجل 8 اهداف وصنع 7 اهداف، وده في اصعب دوري يا فارس. علي معلول بيساهم في 15 هدف من اهداف النادي الاهلي، وده رقم كبير جدا على ظهير ايسر. كمان محاولاته على المرمى كانت 34 محاوله وعرضياته الناجحه 51 عرضيه. دايما يا احمد بقول حاجه، ان الارقام قيمتها ان هي تنعكس لمدلول. بالظبط. عايزين نشوف فعاليه علي معلول تحولت لارقام اتطبقت فعلا في مباريات كانت عامله ازاي، عشان نعرف فعلا حجم اسهام علي معلول الحقيقي في تحقيق بطوله الدوري. هنشوف ان لو ماتشك مع المصري كان له معنى مختلف عند الجمهور، فعلي معلول صنع الهدف الاول في الفوز. مختلف عند الجمهور اكيد طبعا. مهم جدا طبعا. صنع الهدف الاول في الفوز 2-0. لو انت كسبت دجلة في مباراة صعبة جدا الدور الاول بهدف وحيد، فكان علي معلول اللي صنع الهدف ده. لو مباراة بيراميدز كانت حالة خاصة عند جمهور النادي الاهلي وحتى حصل فيه اخفاق فيها، فكان علي معلول هو اللي صنع الهدف الوحيد. كانت جابها نشطة جدا مع رمضان صبحي في المباراة دي انا متذكر. حتى لو كسبنا سموحة في الدور الاول 1-0، فعلي معلول هو اللي سجل الهدف. مباراة دجلة يا احمد الدور الثاني كانت اشرس واصعب 2-1، هنلاقي علي معلول صنع هدف وسجل هدف. جينا في حرس الحدود كسبنا بصعوبة 1-0 في مباراة ما كانش ينفع فيها فقدان أي نقاط، علي معلول هو اللي صنع الهدف. أكيد محتاج تكمل لنا أهداف علي معلول خصوصا قصاد الاتحاد ونستعرض بقية أهدافه. ودي أهم مباريات من وجهة نظري، لأن علي معلول في مباراة الاتحاد في الدقيقة 92 بيقرب من زون 14 وبيسجل هدف التقدم للنادي الاهلي. وقتها المفروض كانت المباراه تنتهي، لكن رمضان صبحي وصالح جمعه كان لهم راي اخر وسجلوا الهدف الثاني. وهنرجع للمباراه دي في الفقره الجايه، لكن خلونا نكمل ان في مباراه الجيش، ودي نقطه انا عايز اتكلم فيها فارس تحديدا مباراه الجيش واربطها بمباراه الترجي. في مباراه الجيش مباراه صعبه جدا، يمكن لعيبه في الجيش كانت بتلعب بمنتهى الشراسه وطلعت بعد كده عقبت انها كانت بتتمنى فعلا انها تفقد النادي الاهلي اي نقاط لانها كانت معاره من انديه اخرى. علي معلول بيضيع ركلة جزاء في المباراة في وقت حساس جدا والنتيجة 1-1. طبيعي أي لاعب لو هو مش متماسك ومش بشخصية النادي الأهلي بيفقد أعصابه، إلا أن علي معلول أبى بالظبط رفض الكلام ده، وفي الدقيقة 88 تقريبا من على حدود منطقة الجزاء بيسدد هدف الفوز للنادي الأهلي. وبيفكرني المباراة دي بمباراة الأهلي والترجي. تخيل أنت بتلعب في تونس، علي معلول طبعا تونسي، وبيتسبب يا فارس في ركلة جزاء في الشوط الأول. هو حس بالخطأ ده عشان ينزل الشوط الثاني يقلب المباراة رأسا على عقب ويسجل هدف ويصنع الهدف الثاني لأجاييه وقتها، وكان بيصنعه من جهة اليمين. علي معلول وقت ما الطاقة أو فكرة خلاص الروح الفانيلا الحمراء بتحضر تلاقيه بيتحرك في أماكن ممكن ما تتوقعش أبدا أن تلاقي فيها علي معلول، خاصة هتلاقي في ماتش الاتحاد واقف على حدود منطقة الجزاء وقوس منطقة الجزاء وبيصوب، في ماتش ترعي الجيش واقف على حدود منطقة الجزاء قوس منطقة الجزاء بيصوب في وقت متأخر من المباراة. وهنا نسمح لي أقولك إن لولا ثقة علي معلول في التغطية اللي كان بيعملها واحد زي عمرو السولية اللي أدى موسم جيد مع النادي الأهلي جدا، ما كانش علي معلول يقدر يقف في الأماكن دي. لكن السولية بتغطيته الممتازة على معلول أدى الثقة لعلي معلول إن هو يتقدم في أماكن دون خوف على المنطقة بتاعته. ما كانش علي معلول يقدر بعد كل ده إلا أنه يسيب بصمته في أهم لحظتين، مباراة الحسم والتتويج قدام المقاولين بالظبط، ومباراة الزمالك اللي علي معلول أراد أن ده يكون مسك الختام ويخرج بالنادي الأهلي من الباب الكبير رافع الرأس ونحقق بطولة النادي، بنحقق بطولة الدوري ونفوز على نادي الزمالك ويبقى ختام مثالي لموسم كان فعلا علي معلول له دور استثنائي فيه، اجتهد عمل اللي عليه. وحابب من هنا احيي مستر باتريس كالتريون
اللي كان ليه دور مهم جدا جدا في تحول شخصية علي معلول لما اداله الثقة وتعامل معاه كقائد جوه الملعب. وفي رأيي ان علي معلول لاعب فنيا انت ما عندكش شك في امكانياته، ولكن كان ينقصه فكرة ان هو يندمج جوه النادي الاهلي بروح مختلفة وبعقلية مختلفة زي اللي هو عليها دلوقتي عشان يقول له الجمهور علي علي اتدلع يا علي. خاصة كمان ان علي معلول اتعرض في وقت من الاوقات انا من وجهه نظري بظلم شديد جدا ان هو لم ينضم لقائمه منتخب تونس، ودي كنا خايفين جدا انها تاثر عليه سلبيا، لكن الحقيقه اثرت عليه ايجابيا تماما لدرجه ان كابتن حازم امام مثلا طلع قال ان علي معلول افضل لاعب في الموسم. يمكن ده اثار غضب بعض، لكن دي الحقيقه. علي معلول بالفعل هو نجم الموسم في النادي الاهلي برغم ان غاب فترات طويله للاصابه. ومن علي معلول وحمدي فتحي ننتقل للنقطة المضيئة الثالثة في الدوري ده والموسم ده، وهي فكرة أهداف اللحظات الأخيرة. طبعا النادي الأهلي واخد على أهداف اللحظات الأخيرة، لازم نشيد باللاعبين وبروحهم وإصرارهم على تحقيق الفوز، أو حتى في بعض المباريات كان إصرارهم على التعادل وتحقيق أهداف في الوقت الضايع. نستعرض يا ريت أهداف النادي الأهلي، تقريبا 10 أهداف من الدقيقة 90 فيما بعد. ظاهرة بلس 90 السنة دي كانت مختلفة تماما. عندنا الهدف الأول كان مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول، محمد شريف الهدف شريف. ده أثر ضجة كبيرة جدا، والناس مش مستوعبة أن الكرة حسن عبد ربه حاول أنه يمتص الكرة، فبالتالي ما اعتبرتش أنها ارتطاب. الهدف الثاني هو هدف مباراة الداخلية والأهلي برضو في الدقيقة 95، وده كان في الأسبوع السادس. الهدف الثالث كان هدف النادي الأهلي في مواجهة الاتحاد في الدقيقة 91، كان في الأسبوع العاشر. ده أنا عايز أتكلم في نقطة، الهدف ده كنا متأخرين 4-2 يا فارس، ومع ذلك كنا بنحاول لغاية آخر دقيقة وفعلا أحرزنا هدف تالت. لما بنتكلم دي اللي كان فكرة بيتكلم فيها مستر مانويل، توارد تخسر بس لازم تقاتل لآخر لحظة، ودي النقط اللي بتصنع الفارق بعد كده بتبني عليها في مباريات تانية. بالظبط. نروح للهدف الرابع، هدف الأهلي في النجوم في الدقيقة 93، والهدف الخامس هدف الأهلي في الداخلية، ده كان في الأسبوع 23 وكان في الدقيقة 90. الهدف السادس كان الاتحاد قدام الأهلي في الدقيقة 92، وكان الهدف السابع الاتحاد قدام الأهلي في الدقيقة 99. دي المباراة اللي احنا سجلنا فيها هدفين. عايز اقول لك يا فارس ان محدش خد باله خالص او اتكلم عن هدف صالح جمعة، مع ان مثلا الحكم كان حاسب 5 دقايق وقت ضايع والهدف جه في الدقيقه 97، محدش طلع قال اتكلم انتوا ليه زودتوا دقيقتين، لان كان علي معلول حاسم الامر في الدقيقه 92. وده اللي هيقودنا لموضوع هنتكلم فيه في هدف سموحه، لكن الاول الهدف الثامن الاهلي وامبي دي 94، والهدف التاسع الجيش والاهلي الدقيقه 90. لسه بنستعد، ده هدف الاتحاد الثاني، هدف صالح جمعه، وده هدف الاهلي وامبي في الدقيقه 94. هدف رائع طبعا مروان مصر، وده هدف الجيش علي يعني الدلع يا علي، هدف الأهلي أمام الجيش في الدقيقة 90، هدف التاسع. ثم الهدف بقى اللي عمل صدمة كبيرة جدا والناس مسكت العداد بالدقايق والثواني والساعات. عايز أقول لك برضو شوف علي معلول متواجد فين، وهو اللي بيبدأ الهدف من عنده. الكرة كانت مش عايزة تدخل، الإصرار مرة واثنين وثلاثة وتروح لجيرالدو، والحمد لله يوفق جيرالدو في إحراز هدف. هدف اتكلموا عليه كتير جدا يا فارس طبعا، واتكلموا عن الوقت الضايع وتجاهلوا تماما فكرة ان في لاعب من سموحة وقع داخل المرمى ضيع حوالي دقيقة ونص او دقيقتين، اكتر من دقيقة ونص وكأن مش عايزين الحكم يزود الـ 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 الوقت ده في الوقت. مثلا ان لما بيتحسب 5 دقائق في مباراه الجونه والهدف بيجي في الدقيقه 6 الامر بيكون عادي وبيكون روح واسرع. على فكره الاهداف الاوقات الاخيره اتكررت برضو مع انديه اخرى غير النادي الاهلي، لكن في فرق بين لعيبه بي عندها اصرار بتكرره اكتر من مره وبتصنع الفارق وبتحقق بطوله، وناس تانية بتقعد تدي مبررات عن التحكيم والوقت الضايع برغم ان انت ليك وجهه نظر في فكره الوقت الضايع. وقت الضايع كان في نظريه يعني احد المنتمين لنادي